هانو في مجهود كبير جدا بتقوم بيه الأمانة الفنية للحوار الوطني عشان يكون في تنسيق على أعلى مستوى في تنظيم الجلسات والأفكار والموضوعات اللي بيتم مناقشتها. خلينا نتابع مع حضراتكم لقاء مع المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. محور المجتمعي يعني محور شعبي بامتياز، زي ما كان عندنا جزء من الحوار في جلسات السبت والحد والثلاث نخبوي شوية محتاج خبرة شوية، النهاردة كان في بقى الحالات الواقعية والأمر الواقع والمشكلات العملية اللي ممكن تصور. الحقيقة أن قانون الولاية على المال وتنظيم الوصاية على المال من القوانين اللي بتطبق كل يوم، وإحنا ما بنبقاش واخدين بالنا، ما بيحسش بهذا التطبيق إلا الشخص اللي بيتعرض لهذه المسألة. اللي بيحكم الولاية على المال قانون 119 لسنة 52. القانون بقاله فترة طويلة مطبق، محتاج مراجعة من حيث القيم المالية ومن حيث الإجراءات الإدارية. طبعا القانون في الأول وفي الآخر غرضه حفظ مال اليتيم، ودي يعني غاية نبيلة جدا يتعين يعني الإبقاء عليها ومحافظتها تماما يعني. لكن الحقيقة كثير من التغيرات المجتمعية حصلت في هذه في السبعين سنة اللي فاتوا توجب ان احنا نعيد النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية اللي موجودة في القانون. كمان التطور المجتمعي اللي حصل والثقافي اللي حصل على المجتمع المصري ان هو بيخلي الولاية في حالة عدم وجود الأب للجد، وأيهم أولى، الجد أو الأم، باعتبار أن الأم هي الطرف المعايش للطفل مرة يعني بشكل مباشر وبشكل مستمر، كانت محل نقاش النهاردة. حقيقة كل الآراء النهاردة اتقالت، الرأي المؤيد والرأي المتحفظ والرأي المعارض. الحقيقة تميزت النقاشات بحاجتين: رقم واحد احترام الوقت واحترام آداب الحوار والحديث، فلم يقاطع أحد، لم تستخدم لغة غير لائقة، إنما كان التعبير عن الأفكار، والاختلاف مع الأفكار مش مع الأشخاص. ده رقم واحد، كان يعني الحوار كان راقي. حاجة تانية أن تميز الحوار بأن هو بدأنا نسمع حاجات عملية. النهاردة كنا بنتكلم عن أبليكيشنز لتقديم طلبات، بنتكلم على هل هو إذن ولا اختار في حدود نصاب مالي معين، هل ممكن ان احنا نوسع قيد يعني دائرة الفحص شوية بالنسبة لكشوف الحسابات، لما النيابة العامة يعني بتفحص كشوفات الحسابات دي ممكن نوسع القاعدة دي شوية، والنيابة العامة ممكن تستعين بجهات اخرى برضو تحت اشراف وولاية النيابة العامة. الحقيقة كثير من الافكار كانت افكار عملية. احنا طبعا في الجلسة الاولى عندنا في بداية جلسة تانية في خلال يعني وقت بسيط يعني، وادينا بس الحقيقه يعني الحوار كان كويس. معالي المستشار، يعني واضح انه هي في حلول ابتدت يعني تطابق زي ما نقول كده ارض الواقع، وممكن ان يتم تنفيذها على ارض الواقع. هل ممكن يكون في مؤشرات لتوافق مبدئي، ولا ممكن نقول ان احنا لسه في البدايات ولسه محتاجين وقت اكثر؟ الحقيقه اللي انا شفته من ردود الافعال بتاعه الحاضرين النهارده في قضيه الوصايه على المال يمكن بسهوله شديده بناء توافق، لأن المشكلة كثير من الأسر بتلمسها. الحلول المقترحة حلول عملية لا تكلف كثيرا، إنما هي بس كانت محتاجة تسليط الضوء والدراسة والمناقشة. أنا متوقع أن يبقى في توافقات على كثير من البنود النهاردة.